Assalamu alaikum. Now we are going to discuss how to calculate the drug dose in experimental animal research. The ILOs. By the end of this lesson, we should be able to, number one, realize the steps of calculating drug dose in animal research. Number two, recognize the different methods in calculating animal drug dose. Number three, to understand the advantages and the disadvantages of each method. Number four, realize the precautions that should be taken during deciding the drug dose. Number five, and finally, we will calculate animal dose converting from human dose according to FDA table and equations using problem solving. To calculate the drug dose. يعني أنا خلاص هبدأ أعمل الديزاين بتاعي وعايزة أبدأ الإكسبيرمنت وعايزة أتست certain drug وليكن drug X في موديل معين وليكن مثلا موديل أوف ديبريشن عشان أشوف هل الدواء ده لما أنا بديه للفار اللي عنده ديبريشن هل بيبقى ليه أنتي ديبريسنت إفكت ولا لأ؟ طيب هحقن الفار أو هدي الفار جرعة قد إيه؟ أو الماوس طبعا. هعمل 2 steps. اولا هسيرش previous experimental studies من الليتريتشر استخدمت نفس الدواء ده اللي هو الدواء اكس ده، هقعد ادور عليه واشوف هل في previous experiments عليه بنفس الروت اللي انا عاوز استخدمها، وليكن مثلا انا عايز احقنه انترابريتونيال هشوف الدوز بتاعته انترابريتونيال، ويفضل في نفس السبيشيز. يعني لو انا هشتغل على رات ادور على رات، لو هشتغل على ماوس هدور على ماوس. وطبعا لازم تكون peer reviewed وتكون يعني published في Q1 أو Q2 journals، يعني high impact factor وليها مصداقية عالية، بحيث ان انا ممكن اخد الدوز ديت كreference، وطبعا هكتب الreference، لكن هل هي دي اللي هدخل بيها الشغل؟ لا، هننتظر شوية. تاني step هنعملها ان انا كمان لازم اشوف الدواء ده موجود في السوق وليه جرعة في الhuman therapeutic dose. لازم اكونفيرت الهيومن دوز تو انيمال دوز، يعني الجرعه بتاعته في الهيومن اشوف مقابلها في الرات قد ايه باستخدام الاف دي اي تيبل، يبقى فيبقى عندي جرعتين، جرعه هطلعها من الليتريتشر وجرعه الثانيه من الهيومن كونفرشن. التو دوزز دول هقارنهم مع بعض واشوف والله لو كانوا ايكوال او ويزن رينج ذا سيم رينج خلاص هفولو الدوز، بس برضو with precautions هنقولها كمان شوية. طب لو كانت ال previous research dose مختلفة عن ال converted human dose، في الحالة دي يفضل ان انا لازم ابحث واشوف اي scientific explanation للموضوع. ممكن يكون ال say مثلا الابحاث اللي منشورة بالجرعة المختلفة عن الهيومن نشرة هي ليه مستخدمة الجرعة دي وكاتبة مثلا في فارماكوكينيتيك او دايناميك اكسبلانيشن للموضوع، فاذا اشوف اذا كان في اكسبلانيشن ولا لا. لو لقيت في راشونال واكسبلانيشن واضح هو ليه في اختلاف، قد يكون اختلاف ما بين السبيشيز وبعضها، في الحالة ديت بنفولو الدوز برضو وزن بريكوشنز اللي هنشوفها بعد كمان شوية. لكن لو ما لقيتش اي راشونال في الحالة دي يفضل ان انا ممكن اعمل بايلوت اكسبيرمنت اتست التو دوزز واشوف اديسايد بعديهم استخدم مين. However, calculation of the dose of the drugs from previous experimental studies اللي هي peer reviewed is usually preferred over a converting human dose to animal dose اللي هي اصلا بتعتمد على السيرفيس اريا فقط. طب ليه؟ ليه الدوز اللي باخدها من الـ previous experimental studies لو انا واثق فيها بتكون افضل؟ اولا because of different species may have different pharmacokinetics، يعني الفارماكوكينيتكس may be تكون مختلفة في الهيومن عن الرات. ممكن الجين اكسبريشن بتاع السب انزيم اللي بيعمل مثلا ميتابوليزم للدواء بتاعي اللي انا عايز اديه في الرات يكون اوفر اكسبريسد مثلا في الرات عن الهيومن، وبالتالي الدواء بيتكسر اكتر في الرات، فلو حولتها على حكايه السيرفيس اريا لا هيبقى الدوز صغير، باذن الرات هتبقى محتاجه دوز اعلى، او العكس
ممكن الجين اكسبريشن بتاع السيرب يكون اقل في الرات عن اللي في الهيومن، وبالتالي الدوز تبقى حساسه جدا وممكن تعمل توكسيستي لو انا حولتها من الهيومن. وممكن مثلا الجي بي ترانسبورترز، الترانسبورترز ديت بتعمل افلاكس او بتطرد الادويه بره الجسم سواء كانت في الجي اي تي او من الرينال. لو الترانسبورترز دي اوفر اكسبريسد في الرات عن الهيومن، ممكن جدا الدوز اللي انا اديها للرات اللي انا كونفرتد من هيومن ما تبقاش سفيشنت، فاضطر ان انا عايزه ادي جرعه اكبر اند سو اون. فاذا ممكن تكون في اختلافات كاينتيك تخلي ان في ان مش لازم لما احول الهيومن دوز للرات دوز تكون فعلا افكتيف او ما تكونش توكسيك. ممكن كمان تكون دايناميك فارماكو دايناميك ديفرنسز ما بين الهيومن وما بين الرات، وليكن مثلا الريسبتور نمبر او اكسبريشن. ممكن يكون الاكسبريشن بتاع سيرتن ريسبتورز زي بابار جاما او بابار الفا ريسبتورز تبقى في اوفر اكسبريسد، مختلفه الاكسبريشن بتاعها والنمبر بتاعها في الرات مختلف عن الهيومن، وبالتالي الجرعات اللي هستخدمها في الادويه مش بتبقى جاست سيمبلي ان انا احول من هيومن لرات، لا ممكن تكون محتاج جرعات اكبر او جرعات اقل اكوردنج لي الاكسبريشن والنمبر بتاع ريسبتورز وعوامل كتيره قوي تانيه كان افكت الدراج دوز ريليشن شيب. يعني ده معناه ان مين الافضل، يعني استخدم دي ولا دي؟ زي ما اتفقنا اني لازم اكالكوليت الاثنين وابحث عن الاثنين واشوف اذا كان في اي راشونال ولا لا، ولو في اختلاف في الاثنين الافضل خالص ان انا اجرب التو دوزز، لان not all previous experimental studies using the same dose by the same route in the same species اللي هي الرات والباوس will do good. ودي بقى من خبرة الشغل، ممكن جدا تجيب الجرعة في previous research وتيجي تجربها على الفار عندك، تبص تلاقي الفار ممكن الدوزز دي تموته، نفس الجرعة ناس مستخدمينها وكذا حد تاني بس عندك انت الفران بتاعتك مثلا ماتت منها او ما عملش افكت خالص. ليه؟ ممكن تبقى lower او higher than you need، ممكن كمان تكون toxic او not effective. طيب ليه؟ لان احنا قلنا لو فاكرين في البيولوجي of animals rats قلنا ان في حاجة اسمها outspread strains اللي هي الفران اللي outspread اللي احنا كلهم outspread يعني different breeders، ودولت بيبقوا genetically heterogeneous. وقلنا هناك ان الويستر رات والسبريكدولي راتس فور اكزامبل فروم وان بريدر ماي بي جينوتيبيكالي اند فينوتيبيكالي ديفرنت فروم ذوز اوبتيند فروم ديفرنت سورس، وممكن تدي ديفرنت ريزلتس. فما تستغربش لما تستخدم نفس الدوز وهو مستخدم ويستر رات وانا استخدمت ويستر راتس بس الايفكت بتاعي ما جاش زيه، ممكن تكون محتاج جرعه مختلفه عشان توصل للايفكت، وممكن تيجي بالصدفة نفس الجرعة تشتغل معاك برضو. يعني مش بالضرورة ان الدوزز اللي بنلاقيها في الليتريتشر لما نيجي نطبقها في المعمل تشتغل بالظبط، لا ممكن تبقى فيها مشكلة. ولذلك يفضل لو انا هستخدم في اللاب بتاعي دوزز جديدة او من دواء جديد يفضل ان انا اعمل كذا جرعة منه. It is better to use multiple successive doses او استخدم دوز ريسبونس الاول لحد ما اتوصل للجرعة اللي بتشتغل معايا كويس. بعد كده لو انا عملت ريسيرش تاني على نفس الدواء ده انا مش مطلوب مني ان انا بقى اقعد اعيد successive doses تاني. يعني مثلا احنا في المعمل عندنا استخدمنا كتير قوي الإيمابرامين، استخدمنا كتير قوي الفلوكسيتين، عملنا كذا جرعة منه قبل كده، عملنا من الإيمابرامين قبل كده، فلما اجي اشتغل على الإيمابرامين او الفلوكسيتين الليثيوم مثلا استخدمنا 3 جرعات، كانت في جرعه مكتوبه جرعات مكتوبه في الليتريتشر وطلعت توكسيك موتت الفيران فتجنبناها تماما واشتغلنا على جرعات. فلما نيجي نشتغل على الليثيوم تاني او الايميبرامين تاني او الفلوكسيتين تاني خلاص احنا محددين الجرعه. الاميسولبرايد مثلا في عندنا كذا ريسيرش في الكليه عندنا على الاميسولبرايد، اول ما بدانا ندي الاميسولبرايد في رساله احمد مصطفى انا قلت له اعمل كذا جرعه، مع ان الجرعات دي موجوده في الليتريتشر بس في ناس مستخدمه جرعه وناس مستخدمه جرعه، فانا لازم اعمل دوز رينج الاول عشان اشوف الجرعه اللي هتشتغل معايا
واللي هقدر اعتمد عليها في الريسيرش بتاعي. ففعلا استخدمنا 3 دوز وبعد كده اخترنا دوز واحده هي دي اللي كملنا بيها الشغل وهكذا. فاذا دي افضل حاجه، ان بالذات لما اكون هجرب دواء انا اول مره اشتغل عليه، مش بس بعتمد على حته الليتريتشر والهيومن وكونفرتنج والكلام ده كله، لازم اكون حذر لما اجي استخدم، مش هعتمد على جرعه واحده بس، لازم يفضل ان انا استخدم كذا جرعه. وممكن لو عملت بقى فيرذر ريسيرشز خلاص هكون انا تيستنج الجرعه قبل كده، فمش هحتاج ان انا اعمل الحركه دي تاني. احيانا ما بيبقاش قدامي طريقه غير الهيومن دوز كونفرجن تو انيمال دوز، وده امتى بيحصل؟ لما ما بيكونش عندي اي بريفيوس اكسبيرمنتال ستاديز في الليتريتشر على الدواء ده. يعني سي في دواء وانا لسه هعمل اكسبيرمنت ليه في الراتس او في الماوس او كذا، وما لقيتش اي بريفيوس ريسيرش عليه خالص في الانيمالز. في الحاله دي بشوف الهيومن دوز بتاعته واعمل لها كونفرجن للانيمال دوز بالتيبل الاف دي اي تيبل اللي هنشوفه كمان شويه، وبعتبرها الستارتنج دوز، وممكن اعمل طبعا سكسيسيف دوزز عشان ابدا احدد ايه الموست افكتيف دوز اللي هكمل عليها الميكانيستك ستادي بتاعتي والريسيرش بتاعي. طيب how to calculate the animal dose from human dose based on body surface area accordingly the FDA 2005 table اللي قدامنا ده هو. انا هحط لكم اللينك طبعا او البي دي اف بتاعه البيبر دي. التيبل ممكن تحول بيه من رات لهيومن او ماوس لهيومن وهكذا، او من الهيومن لماوس او whatever any animal to human. فهنا مثلا هنلاقي ادي الرات، الرقم اهو بتاع التحويل اللي هو 6.2. لو انا عاوزة احول من human dose لrat dose، اول حاجة لازم تكون الدوز ملي جرام بير كي جي، لان الجدول هنا مبني على دي، ودي اهم نقطة لما بنجيبها في الامتحان. اول حاجة الانيمال دوز بتتحسب بالملي جرام بير كي جي، والهيومن دوز بتبقى بالملي جرام بير كي جي. فدي اول خطوة لازم نعملها. بعد كده لو انا عندي هيومن دوز وعايزة احولها لانيمال دوز لراد دوز، هضرب في 6.2. طب لو انا عندي العكس الراد دوز وعايزة احولها لهيومن، يبقى هديفايد على 6.2 وتطلع لي برضو بالملي جرام بير كي جي. تعالوا مع بعض ناخد اكزامبل ونحل بروبلم سولفينج على نقطة how to calculate the drug dose. هنا بيقول لك if you know that the average human oral dose of memantine، دواء اسمه memantine 20 ملي جرام بير داي، يبقى دي therapeutic dose او الافريج دوز بتاعت الهيومن، وانا عاوز اشتغل الممانتين في الرات. How to calculate memantine rat dose according to FDA equation. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة لازم اكونفرت الدوز دي اللي هي 20 ملي جرام بير داي، لازم احولها لملي جرام بير كي جي. اتفقنا التيبل ملي جرام بير كي جي. طيب هو 20 ملي جرام في اليوم، طب ال 20 ملي جرام ديت هعمل ايه؟ هقسمها على 70 لان ده الادلت ويت 70 كي جي، يبقى اذا هقسم ال 20 على 70 هتطلع لي 0.2857 ملي جرام بير كي جي. يبقى دي الهيومن دوز بالملي جرام بير كي جي. واروح للتيبل اكونفرت الهيومن دوز بالملي جرام بير كي جي الى رات دوز بالملي جرام بير كي جي اكوردنج للاف دي اي تيبل، ان انا هملتبلاي هضربها في 6.2 اللي اتفقنا عليه. فهاخد الرقم ده اضربه في 6.2 تطلع لي 1.77 ملي جرام بير كي جي. يبقى جرعه الرات هياخد 1.77 ملي جرام بير كي جي بير داي في اليوم. وبكده نكون اتعلمنا how to calculate the drug dose for experimental research. Good luck and thank you.